عبر موهبته الفطرية وحضوره الأخياد على خشبة المسرح، شق الطفل فرخير بيستمان ذو 10 أعوام طريقه إلى قلوب الكثيرين في العاصمة الجنوب أفريقية كيب تاون، ليصبح أحد أصغر نجوم عروض الباليه في المدينة. ورغم أنه لم يبدأ الرقص سوى منذ عام مضى، فإن موهبته ومهارته أكسبته فعليا كثيرا من المعجبين، ولفتت أنظار وسائل الإعلام المحلية إليه، لتصفه إحداها ببيلي أليوت جنوب أفريقيا، في إشارة إلى فيلم بريطاني عن صبي من الطبقة العاملة يبلغ من العمر 11 عاما ويحلم بأن يصبح راقص بالي عالمي. أحلم أن أرقص في يوم من الأيام في مدرسة في لندن أمام الملكة، لكنهم يقولون إن الملكة كبيرة في السن وستموت. حينها أود الرقص أمام ابنها الأمير ويليام. هذا هو حلمي وهدفي في الحياة. ويذهب الصبي الموهوب دائما برفقة جدته إلى فصول تعليم رقص الباليه في إحدى مدارس فنون الباليه في كيب تاون، كما أنه من المتفوقين في هذه المدرسة رغم كونه الصبي الوحيد فيها. عبيدة ميدل مديرة مدرسة الرقص ومعلمة الباليه. يتحدث الراقصون أغلب الوقت عن حبهم للرقص وما يشعرون به أثناء الرقص. إنه مستعد لتكريس نفسه لهذا الفن وأن يكون ناجحا ليصبح أفضل حالا في حياته وحياة شقيقته القعيدة التي يخبرنا دوما أنه كان يرقص من أجلها حتى قبل مجيئه إلى المدرسة. وشق الطفل الصغير ذو البشرة الداكنة طريقه لتحقيق حلمه بالرقص، متغلبا على تحديات كثيرة واجهته، من بينها أن هذا المجال غالبا ما يكون مرتبطا بأصحاب البشرة البيضاء. ويعيش فرخير مع أمه وجدته وأقربائه في أحد الأحياء الفقيرة في مدينة كيب تاون التي ينتشر فيها العنف والجريمة والبطالة، لكنه تغلب على هذه العقبة أيضا وقرر النجاح في حياته. محمد الجبالي، رويترز.